في اللون حيت ما يسمى الزول القران. مرحبا اسوان. اسا بيان سور نو سوم لو او سو بوسيبل هلا الو لا Excusez-moi, nous sommes le 26 janvier 2023, il est exactement 19h10 sur ma montre, 19h11 sur l'ordinateur. Alors, كنت تسمعوا في ياسر عرفات, hein, ياسر عرفات, هذا الخطاب, هذا اللقاء, لقاء في الجزائر العاصمة, يوم 15 نوفمبر 1988. Vous étiez en train d'écouter Yasser Arafat qui a déclaré la création de l'État palestinien un certain 15 novembre 1988, c'est-à-dire 35 ans. La création de l'État palestinien. Allez, on va en parler dans ce sujet. De partager avec vous mon second café d'aujourd'hui. نقول لكم صحة القهوة النون. الناس بدات يقولوا لي علاه راك جبت هذا كيف اسمه اسمحوا لي علاه راك جبت هذه القضية هذه. إيه بيان اون سكونت هوب pardon excusez-moi. Alors, يقولوا علاه الناس اليوم جبدت هالقضيه هذه نتاع ياسر عرفات اللي عندها تقريبا 35 سنه. علاش؟ باسكو قبلت جي فيو فريمون دي سين اوريبل في فلسطين, يعني وين الجيش تاع اسرائيل هجم على لا سيجورداني في فلسطين و تقريب قتل تقريب 10 ولا 9 ناس اللي قتلوهم فلسطينيين قتلوا اليوم من طرف لإسرائيل وقيل 30 بليسي. الحصيلة قادرة تكون مرتفعة أكثر من هكا. أنا حبيت نتكلم على هالقضية هذه نتاع فلسطين باش نقول للناس راهو جا نورمالمون الوقت وين الفلسطينيين هما بعد يفهموا باللي راه وحدهم في الساحه. اللي يقول لك راني مع فلسطين راهو منافق. نقول لكم من درك المنافق يقول لكم اليوم راني مع فلسطين, خاطر شكون هو اللي يكون مع فلسطين؟ لو كان انا نقول لكم راني مع فلسطين قولوا لي انت منافق. علاش؟ خاطر لو كان نكون مع فلسطين لازم نكون معاهم في الميدان كيما يموتوا هما حتى انا معاهم. اذا تجرحوا نجرح معاهم, واذا ضربوا تضرب معاهم. نورمالمون سي كوم سا. مي تقعدوا فوق لي فوتوي نتاعكم تتكسلوا وتقولوا احنا مع فلسطين, انا يبان لي هذا النفاق هذا لازم يحبس. ولازم من الفلسطينيين يعرفوا باللي راهم وحدهم في الساحه. سيتادير وحدهم في الساحه, راهم وحدهم ضد من؟ ضد اسرائيل, ضد العرب, ضد القور, ضد لونو, ضد كيف اسمه, ضد الناس, ضد الموند اونتي. ما كانش واحد مع الفلسطينيين. حتى اللي يقول لكم راني نقول لكم راني نعاودها لكم, اللي يقول لكم راني شو بور ليتا باليستينيان راهو سي ان مونتور, سي ان هيبوكريت. فوالا نقولوها يعني صراحه. اللي عجبو الحال عجبو, اللي ما عجبوش الحال سي سون بروبليم. هذا ما كان انا رايي هكذا. علاش رايي هكذا؟ باسكو لوقتاش حنا واحنا نكذبوا على الشعب الفلسطيني رانا معاكم ورانا معاكم وتحيه وقتاش جوسكا كون حتى نتكذبوا كل ديجا ياسر عرفات. ما خلينا من واش النضال اللي داروا ياسر عرفات ما عرف قداش.
هذا غير من نهار دار العلن على الإطار الفلسطيني 35 سنة، 35 سنة. هاد الناس هادو الفلسطينيين هادو وكتاش رايحين يعيشوا أحرار، وكتاش رايحين يديروا الدولة، وكتاش رايحين يديروا كتاش؟ قولوا لنا تراو كتاش. الناس اللي يقولهم لا لا ولازمكم تقعدوا ولازمكم تصمدوا، يا روحوا وصمدوا معاهم أسيدي. أنا نقول لكم الحق، أن الإنسان اللي يقول الفلسطينيين أرواحوا أصدموا، ولا كما قال واحد معاكم يقولوا بالعربية أصمدوا، يجي يصمد معاهم، يصمد معاهم. مين انتم تخليوا الناس يموتوا وتقول لهم ما تستعرفوش بإسرائيل وما تقعدوش معاهم في الطابل ولازمكم تشرطوا عليهم وش يقولوا القدس عاصمتها ما عرفوش هو إطار فلسطينية عاصمها القدس الشريف وما نعرفوش وما نعرفوش. أنا نقول لكم بلي راهم غلطينكم يا الفلسطينيين، راكم غلطين، راكم غلطين، راكم غلطين. شوفوا واش لي فلسطينيين ريحوا أوقات، شوفوا واش ريحوا وقت، عيال فيهم بورقيبة، بورقيبة ربي يرحمه قال لهم يا ناس هيا نقعدوا مع الناس هادو في الطابلة ونشوفوا معاهم سلم نورمال، نشوفوا معاهم سلم نورمال، نتفاهموا معاهم. قال لا نحنا نتنازلوا هما يتنازلوا كيما قال واحد ونديروا قالوا له انت عدو، انت صهيوني، انت ما نعرف واش هو، انت ما نعرف واش هي. اللي يجي يتكلم مع الفلسطينيين ولا يجي يقول لهم يا ناس راهو ما نقدروش لهذ الناس هادو، علاش الناس هادو بريمير مون سي بويسونس، حبينا ولا كرهنا سي اون بويسونس. اللي يشتي اسرائيل، اسرائيل سي اون بويسونس، واللي يكره اسرائيل، اسرائيل سي اون بويسونس. باش نتفاهموا مليح، يجي واحد ويقول لي اه والشعوب كانت شعوب محتله ومصح راهم ها وحنا ها وحنا مدينا مع قداه مليون وغلبنا الناطو وغلبنا من غلب. احكي على روحك، احكي على روحك، قول واش بغيت، قول واش بغيت. انا عندي راي اخر، انا الراي نتاعي هو انهم لازمهم يديروا لي نيغوسياسيون، يقعدوا فوق الطابله وكما قال الانسان ويقبلوا بالشي اللي كاين الساعه هذه بور لاستون. علاش علاش يقبلوا بالشي هذه؟ كيفاش راح مالديكم دوكا؟ انا يكون واحد هاز لي كلاشينكوف، هاز لي كلاشينكوف او قدامي وانا عندي بيا قدامي باغ اكزومبل بيستولي اوتوماتيك صغيره، شكون هو اللي قادر بيان سور هو الكلاشينكوف، باسكو القادر هو ينسال رافال هو الدنيا. دونك واش لازم ندير؟ لازم نتفاهم انا وياه. قال ولدي انت مسلح وانا مسلح نلقاو حل. قال وي بيكزومبل، قال اخويا انت تدي نعطيك 10% وانا ندي 80%، لازم نقبل. علاش؟ باسكو راهو اكثر مني في 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 واش يقولوا في السلاح اكثر مني. اليوم وينهم الناس هذو اللي يقول لك رانا مع فلسطين؟ هيا جيبوا لي. شوفوا يا جماعه باش ما نكونوش شويه باش ما تقولوش بلي السيد هذا راهو يهضر هكاك ولا راهو يقول هكاك. انا نسال سؤال واحد، اعطيوني كاش ما كان ايطا في العالم تقدر تيري كرطوشه وحده على اسرائيل، يعطيني يعطيني وحده من بينهم الجزائر، من بينهم الجزائر اللي بزاف الناس يحلوا في فمهم وحنا مع فلسطين وفلسطين شهداء، فلسطين شهداء. وين نشطحوا ولا وين نشطحوا ولا؟ حتى الناس يتموتوا وحنا نشطحوا ولا؟ الصطاد هذا اللي تعمروا به انتم الصطاد وفلسطين شهداء، يا ما يجيب والو، يا الريح في الشباك، يا الريح في الشباك. هاي دوك نزل البورطابل تاعي حتى انا ونبدا كلاب بني كلاب اسرائيل هذو يقتلوا مي سا سالمانا ريان، مي سالمانا ريان، سي با هذه كلش تمسخير. دونك واش هو؟ لازم نقعدوا فوق الطابله ونتفاهموا مع الناس هذو، نتفاهموا معاهم هما يديروا ليطان تاعهم الله يسهل عليهم، وحنا نديروا ليطان تاعنا الله يسهل. واش بقى؟ بقات هذه القدس اللي راهم يتقاتلوا والجامع اللي راهم يتقاتلوا عليه. لو كان الناس حبوا يديروا صلح ما بين الناس هذو في زوج، قال اخويا انتم عندكم الحيط المبكن تاعكم هذا هاوليكم. خاطرش انا نقول لكم حاجه، شوفوا شوفوا مليح على الفيديو هذه، شوفوا مليح على الفيديو هذه، المسجد هذاك راهم كيريبوه. انا نقول لكم المسجد هذاك اللي راكم تقولوا انتم وما عرفوش سميتوه، والله غير يريبوه، والله غير يريبوه. يا لو كان تكملوا كيما هكا
اشفوا تشوفوا اشفوا مليح على الفيديوهات وكيريبوه. اروحوا نتوما دوكا روحوا اتاكيو اسرائيل، روحوا اتاكيو اسرائيل. انا قلت لكم راهو ما ينجموش يتيريو اون سول كارتوش، اون سول كارتوش. وما تجيبوليش انا هذوك الجماعه هذوك اللي يتيريو كارتوشه ويهربوا يضربوا كي النساء ولا يضربوا في حجر النساء. اسمحوا لي هذوك انا ما نعترمهمش، كان الناس تدير الحرب. اللي يدير حرب يخرج يواجه اذا تنجم، اذا تنجم اخرج واجه. بصح باش تجيني كيما هذاك حسن نصر الله والجماعه نتاعو اللي تيريو واش يقولوا صاروخ نتاع موطو، نتاع الموطو هذاك، يجيبوا الشطمه نتاع الموطو يديروا فيها صاروخ ويبعثوها لهم. ومن بعد واش يديروا؟ يهربوا يضربوا في وسط الشعب وفي وسط النساء. اسرائيل تقول لك انا ما نقدرش نبومباردي الاولاد والنساء نقتلهم، ما نقدرش. لو كان يخرجوا وحدهم على بعدوا على النساء يقضيهم في 24 ساعة، يقضيهم في 24 ساعة. دونك الناس يجي يقول لك خاف ربي، وخاف اللي ما يخافش ربي. انا في بلاصة الفلسطينية نقعد معاهم فوق الطاولة ونتفاهم معاهم. نهار نولي عندي حتى انا ان ايطا حتى انا وتكون عندي دولة قوية وبالجيش نتاعها بالك الوقت هذاك قال روحوا جماعه نتحاسبوا. روحوا اخويا لا انا هذه تاعي انا لازمني خاطر كي تقول لي نروح لونو، ما على بالكمش باللي لونو الامم المتحده. شكون هي الامم المتحده؟ الامم المتحده هي اسرائيل، هي اسرائيل. تقول لي معايا ما عرف شكون امريكان، امريكان مع اسرائيل. لوروب، لوروب مع اسرائيل. العرب، العرب مع اسرائيل. شكون اللي مع الفلسطينيين؟ حنا وتونس ولبنان ثلاثة من الناس. ما يكفيش، ما يكفيش، ما يكفيش. العرب مع إسرائيل. ولاو العرب نوصل يقول لك باللي واش يقولوا الفلسطينيين راهو عندهم حق برك ويسكتوا ولا يصرفوا ولا نو. قال لك فلسطين ما تسال والو. قال لك فلسطين عمرها ما كانت دولة وما تكونش دولة. والناس اللي يقولوا باللي خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود، هذا الناس هذوما مساكن اللي غالب عليهم رفع عليهم القلم كما قال واحد. الناس ما عندهم والو في المخ، الناس مساكن مازالوا يمنوا بالغول ومازالوا يمنوا ب هذوك تجي الاخرى الغوله ما نعرفش شكون اسمها هذيك وتجي سير ما نغيان. انت كيفاش تهضر الهضره نتاع بوهل؟ هذه الهضره نتاع البوهل هذه نتاع خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. ميس سافا با انت الناس رشات، ما كانش حتى لي كور تاعهم، ما كانش رشاو، ما كانش خلاص يوليو يروحوا يحاربوا اسرائيل. واش فيكم انتم مرض ولا واش فيكم انتم؟ واش فيكم مرض اللي مازال يمن في هذا الحكايات هذه نتاع جحا؟ حتى كما قال واحد مانيش فاهم عليه، مانيش فاهم. العرب عليهم نقول لكم باللي راهم ولاو ما حبوش يستعرفوا ماهوش ما بغاوش. قال لك ما نستعرف، قال لك ما كانش هذه اللي طاب فلسطينيه ما تسعاش خلاص عمرها ما تسعاش. تبعوا معي، تبعوا معي، تبعوا معي. شنو تمثل اسرائيل؟ هل هي دوله؟ هل هو جماعه منظمه ارهابيه؟ تمثل اسرائيل هل هي دوله؟ هل هو جماعه منظمه ارهابيه كيان؟ دولة إسرائيل شئنا أما بينا هي دولة مستقلة ذات سيادة لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يظهر الدولة وأنها موجودة شئنا أما بينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية. وشرعية نعم، أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها.
الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره، ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف يعني، شوف خل حدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. وفي عام 1948 عندما أنشأت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا هذا تخيل، ما يكون تخيل، ليس له وجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكان تالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين، وأصر أنا على ذلك. مقالة الأمور واضحة يا ناس، الأمور واضحة. اليوم هيك تشوفوا هذو العرب هذو هم ولاو كما قال واحد كما يحبوا يقولوا الآخرين، هم باعوا الماتش، هم باعوا الماتش. الناس كل طبعت، ما كان حتى واحد بقى، بقينا غير احنا قاعدين نور خلاص، وما نطبعوا ولا نقعدوا احنا ما نفيدوا مساكن هذو خوينا الفلسطينيين، ما نجموا نضغطوا على إسرائيل، ما نجموا نديروا كان والو كيما قال الانسان. دونك انا يبان لي فلسطينيين هذو مساكن، انا كون جيت كونسيين تاعهم نقول لهم يا ولدي تبقاو ديما في الدم، والناس تموت والناس تدير ومنه ومنه على حاجه فارغه ما فيهاش. اذا الجمح هذا لو كان جا حب رب العالمين كيما يقولوا هما، هذا الجمح هذا كون حب رب العالمين رجعوا للفلسطينيين ورجعوا للعرب ورجعوا للمسلمين صافي لونط يا ربي. ما بوجه ما قال لهم لا ديروا هكا لا والو، خلاهم في كانوا. حتى الناس اللي يقولوا بلي الجامع هذا ما هوش الجامع اللي يتكلموا عليه المسلمين، قال لك ما كانش، قال لك هذا الجامع هذا تبنى بعد موت الرسول. مانيش انا اللي نقول، لي زيسوريا اللي يقولوا، هما اللي يقولوا. قال لك الجامع هذا اللي زعما ما عرفوا واش هو يسميوه هذا، ما على باليش واش يسموه الجامع هذا تاع القدس هذا منه. قال لك ما هو، قالك ما هوش هو، قالك هذا تبنى بعد جم بعد ما مات الرسول. دونك كيفاش بعد صار الرسول توفى قبل ما يديروا الجامع هذا، والرسول يقول بلي راه سبحان الله الذي اسرى بعبده من عرف واش هو وشي الخلوط. يفهمونا ترى جيتي، فهمونا الناس اللي تعرف تفهمنا احنا. انا ما نعرفش في هذا الشيء هذا، انا ما نعرف لا في جو با ان هيستوريان و جو سوي با اوسي سبيساليست في الدين. ساعات يقول لك الرسول اسرى به راح للقدس هذا وما نعرف واش هو، ولقى وما نعرف واش، ومن بعد يظهر باللي هذا المسجد هذا خاطي. نو قال لك هذا ماهوش هذا هو، قال لك هذا هو، هذا تبنى بعد ما مات الرسول. والناس راهم يكتبوا روحوا ردوا عليهم، انا ما خاطي، انا حتى اللي رد علي انا خاطي، انا قاعد نقول واش يقولوا الناس. الناس اللي راهي كما قال واحد تعرف غير انتم بني صهيون، انتم ما نعرفوش هو بعتو ما نعرفوش. يا ولدي احنا مانا بني صهيون، مانا منا مانا، احنا نهضروا الحقيقه. الحقيقه هذه احب من حب كارهه من كارهه. انا لو كون لقيت الفلسطينيين يديو هذه القدس هذه ويديو 10 قدسات اخرين ويديروا الدوله نتاعهم ويحبسوا علينا الحرب هذه، بصح سيني با الكا. حتى كي نحبوا سافا با دير بلي رانا قدرنا باش نقلبوا الموازين. الا غير انا نقول لكم، انا نقول لكم لو كان جات فلسطين في بلاصه اسرائيل وعندها القوه هذه كامل، يا هو راهم صافي لونطوم ينحوهم من الخريطه. ماهوش قال لا اقعدوا لهي ولا اي، والله يقضيوهم، والله ينحوهم من الخريطه. لو كان جات دوله عربيه عندها واش عندها اسرائيل اليوم، والله لا يبقى اسرائيلي ولا يهودي فاش يقولوا على هذاك رب العالمين ما عطاناش وعطى لاسرائيل وخلاهم. انا نقول لكم احنا هما عندهم ملايير نتاع كيف يسموه نتاع السلاح، وعندهم بصح قاعدين
كما قال واحد كما اليوم كي اتاكاو لهذا الجنين قال لكم قاعدين دي جروب قاعدين يوجدوا باش يتاكيونا اتاكيناهم حنا الاولين خير ما يجيو هما اللي يتاكيونا. دونك راكم تشوفوا الناس تموت وتحيا فلسطين. وكيفاش تحيا فلسطين هذه؟ وكيفاش تفنى الدنيا وما تحلاش وما تحت كما قال واحد وما وتبقى اسرائيل دوميني في الساحه. دونك انا يبان لي القضيه تاع فلسطين هذه راه لازم لها هذو الفلسطينيين يكونوا عقال يقبلوا بالشيء اللي قال لهم هذا الفلسطينيين الاسرائيليين حتى يجي النهار اللي كيظلوا يدعوا عندهم دوله حتى هما. واش من درك حمل ديكم درك هاكم تشوفوا راهم في الحبس هذو الفلسطينيين راهم في الحبس. حتى ابو مازن ولا حتى ياسر عرفات ربي يرحمه كي كان في الحياه راهو يخرج بوتوريزاسيون تاع اسرائيل يخرج هذيك اوتوريزاسيون. هي لازم كي يحب يخرج يكتب اوتوريزاسيون اسرائيل سينو ما يخرجش يوم في الحبس. الموتوا كل ها يكونوا في حوله هاد الناس هادو اللي قاعدين يبلاقيو دركا جزائريين ولا مع ولا واش يكونوا اللي يبلاقي باردون اللي قاعد يحل في فمه ويقول انا حنا لا ما حبسوش حتى نموتوا كله ولا 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 منا. هيا نستعرض بكم رجاله وفحوله روحوا موتوا معاهم ما تجينيش انا تقعد لي فوق الفوطي هما راهم اليوم قلت له فيهم وانتم قاعدين تتفرجوا فوق الفوطي وتقول لهم يا اصمدوا واش يصمد ولا حرشوا الاولاد روحوا ضربوهم بالحجر والاخرين يتيروا عليهم يقتلوهم. ما يتسلاش هذا انتحار يسمى هذا موش حرب هذا انتحار. نجاوب انا هذو الوزراء وهذو الرؤساء واللي يقولوا حنا رانا مع فلسطين ورانا منا ورانا منا كونوا رجاله وديروا ارمي وروحوا اتاكيو اسرائيل. هاي سيدي انا معاكم هاي كونوا رجاله انا نقول لكم انتم راكم بصح رجاله وبحوله والله ما تيريو كرطوش عليهم والله ما شوفوا لكم والله ما كانش دوله في العالم تقدر تيري كرطوشه وحده على اسرائيل. علاه ليبوكريزي علاه الخبث هذا علاش انا ما كل خطره نقول لك دوكا الكروكوديل هذيك هي في الماء خامش الكروكوديل قاعد الضوم وانا نقول لك اسمع اتلاح 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 واتلاح شوف شوف ما كاينش مشكل هاك 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 السيلو هذا اتلاح وضرب الكروكوديل تقتلو اتلاح معايا يا سي محمد نتلاح معاه انا اذا صح نحب نعاونو نتلاح معاه فوق الكروكوديل مي نقول له روح باش تحكم الكروكوديل تخرج له سروالو من اللورا هذا انتحار هذا انتحار. على كل حال هذا هو رأينا يا اللي عنده رأي واحد اخر حاجة اخرى اتو تدر.